استمرارا للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واصلت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم محدودي الدخل. يستمر الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم الأسر المصرية، حيث تتواصل فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في دعم أهالينا من محدود الدخل على مستوى الجمهورية، وتأتي في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي على جبينه. وأنا شغال دلوقتي لقيت مبادرة كلنا واحد، لقيت مأمور المركز داخل عليا بكرتونة، كل سنة وأنت طيب يا ريس وتعود الأيام بخير. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكة. كل سنة وحضرتك طيبة، مش ناقصك حاجة؟ ربنا يبارك له يا رب، وإحنا معاه في ظهره من الميت، ربنا يكرمه يا رب وربنا يبارك له. سنة وحضرتك طيبة وبصحة وبسلامة. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين، شعب أصيل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، ربنا يحفظكم يا رب. انطلق مأموري الأقسام والمراكز بنطاق دوائرهم لتوزيع مواد غذائية على المواطنين في أماكن إقامتهم وفي مواقع عملهم، حرصا منهم على أن تصل المساعدات لمستحقيها. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين. احنا بنشكر الرئيس ان هو فاكرنا والله في كل عيد. اتفضلي. هي هدية من السيد الرئيس بمناسبة 30 يوم. والله ده أنا بحبك وبشكرك جدا جدا، وأنت على دماغنا من فوق والله، ربنا يسترها معاك يا حبيبي. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الإيد. وعمر يا مصر الله يبارك لنا فيه ويخليه، دايما فاكرنا ودايما بيوصينا نروح لكم لغايه عندكم. ربنا يبارك له ويخلي له اولاده، ربنا يخلي له اولاده ودايما لمصر، وتحيا مصر، تحيا مصر. عمر الشعب ده ايد واحده في الربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين، شعب اصيل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. كل سنه وانتم طيبين. دي هدية من السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين يا حاج. دي هدية السيد الرئيس بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة حياتك طيب. بنقول للرئيس كل سنة وانت طيب، وبنقول لرجال الشرطة كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إشادة كبيرة من المواطنين بمبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة التي ترسخ لقيم اجتماعية تحرص عليها وزارة الداخلية، وتؤكد معها على أن الأمن الإنساني في مقدمة أولويات الوزارة لدعم المواطنين. ارتاح أول ما تشوفه وشه سمح طيب وبشوش، وتحسه قريب منك صعب تشوفه وما تحبوش، بالضحكة اللي على جبينه ربنا جنبه. دي هدية بسيطة عشان عيد الأضحى. كل سنة وحضرتك طيبة. أنت طيب يا ابني، ربنا يديك الخير. أنا بص بطريقك، ربنا يخليك، ربنا يرسل طريقك ويخليك يا رب. ربنا يخليك. واللي بإذن الله بيتحدى نسل نجاحه كتير كارهين، طول عمر الشعب ده إيد واحدة، والفربط واليوم الدين، الشعب اللي في
عايش الريس وربنا يخليه للغلابه وهو حاسس بالشعب كله وبيوصل لنا في اي مكان. يحش عن المرض ويطول عمره ويحش عن الوحش ويقعد رئيسنا على طول. ما يضرناش فيها ابدا يا رب. باذن الله بيتحدى نسلنا باحه كتير كريم. شعب اصل معدن وتاريخ طبعا هم المصريين. كل سنه وهو طيب والشعب المصري كله بخير. وربنا يخليه لينا وخلانا في امان وعشر على عشر. هم المصريين شعب مقدر قيمه بلده وشايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايه الجيل. مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة ترسم الفرحة والبهجة على وجوه المواطنين في منازلهم وفي الحقول وأماكن عملهم، فهي تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. أنت مش عايز أي حاجة؟ مش تمر بأي حاجة؟ محتاج حاجة نعملها لك؟ هدية بسيطة كده لسيادة رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. ربنا يخلينا الرئيس ويوسع في رزق الرئيس يا رب. الضباط قبلوني في الطريق دلوقتي ووقفوني وادوني هدية الرئيس. يا رب تفاديه وتكتر منه، يا رب يسعده، يا رب تسترها معاه، يا رب يا رب تسترها معاكم كلكم ويفاديه. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى نسلنا باحه. ما كنتش متوقع ان الضباط يجوني لغايه بيتي ويدوني هديه الرئيس، وربنا يخلي لينا ويخلي لنا الغلابه.